حدثت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز رحمها الله أنها دخلت عليه وهو في مصلاه تسيل دموعه على لحيته، فقالت: يا أمير المؤمنين، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسودها وأحمرها، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي حجة، فبكيت وبكى رحمه الله يوما حتى أبكى من في بيته وهم لا يدرون سبب بكائه. ثم قالت له زوجته فاطمة بعد أن انجلى عنه الحزن: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، لم بكيت؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم غشي عليه رحمه الله رحمة واسعة، قلوبهم واعية وعيونهم باكية، عرفوا حقيقة الدنيا فلم يفتنوا بها، واستعدوا للقاء الله عز وجل. فاللهم أعنا على أنفسنا يا رب العالمين. عنوان موقعكم المفضل على شبكة الإنترنت www.islamlight.net.